ننتقل إلى لارا، تنضم إلينا أيضا مباشرة عبر التغيير السباحة العراقية لارا العميدي. أهلا بك لارا، وألف مبروك بداية الإنجاز وحصولك على 7 ميداليات في بطولة دبي المفتوحة. من الجهات التي قدمت الدعم اللازم لك؟ من الجهات التي كان من المفترض أن تقدم الدعم إلا أنها لم تفعل؟ سباحة لارا إلاف العميدي، عمري 14 سنة، بديت سباحة من عمر 9 سنوات، وفي شاركت في عدة بطولات. أول بطولة شاركت فيها كان عمري 9 سنوات في بطولة أندية العراق، الحمد لله حصلت ميداليتين. وبديت أشارك ببطولات خارجية في 3 سنوات السابقة، وما كان أكو أي دعم من أي جهات. وكلمنا العديد من الجهات المعنية، خاصة اتحاد السباحة، تحدثنا عن هذا الموضوع، الدعم المعنوي والمادي، كثير أكثر من مرة، وخرجت على كثير من القنوات في السنة السابقة، وما كان أكو أي دعم من الاتحاد العراقي للسباحة. وشاركت في البطولة السابقة قبل أسبوعين، وحصلت 7 ميداليات الحمد لله والشكر بفضل من الله تعالى. وشاركت على حسابي الخاص، ولما رجعنا من البطولة كلمت الاتحاد بهذا الخصوص، وقالوا إنه ما راح يعطوني أي دعم مادي، لأن أني سباحة غير كفوءة بهذه الراتب وكذا. نعم. وأني يعني مستعدة أتكلم مع الاتحاد بخصوص هذا الموضوع، وإنه أني أقدر أحقق ميداليات عربية وعالمية إن شاء الله. إن شاء الله لارا. لارا، عدتي إلى أرض الوطن، أنت يعني كنت مرتدية لهذه الميداليات السبع التي قمت بالحصول عليها يعني في بطولة دبي المفتوحة. بعد عودتك إلى أرض الوطن، من كان بانتظارك أو في استقبالك؟ هل من تكريم ضخم أيضا كان بانتظارك أم لا شيء يذكر؟ لما رجعت من البطولة تفاجأت أنه ما كان أكو أي أحد بالمطار، لا من الاتحاد السباحة وماكو أي أحد. وكلمنا الاتحاد، قالوا انه اني ما شاركت على المنتخب العراقي، مع انه اني كلمت الاستاذ عقيل مفتن وقال لي انه اشارك بهذه البطوله، وانه هو متكفل مشكورا بجميع نفقاته البطوله. هل تتوقعي يعني لارا بانه ممكن ان يتغير موقف الاتحاد قريبا، أو إلى أي مدى تتمنين أن يتغير موقف الاتحاد؟ احنا تكلمنا عن هالموضوع أكثر من 3 سنوات، وما كان أكو أي نتيجة إلها، وإن شاء الله يعني يتغير هالموضوع. إن شاء الله. مرة ثانية يعني لارا، ألف مبروك الإنجاز في البطولات المحلية أيضا والخارجية التي كنت جزءا لا يتجزأ وجزءا بارزا منها. لارا العميدي السباحة العراقية، كنت معنا.